في هذا الموضوع، لكن البنك بيشتغل كل خير باذن الله تعالى، ربنا يكرمنا وناخد الدوري. طيب الجائزه بتاعت بطل افريقيا من الاتحاد بتبقى كام؟ 4 مليون دولار الحمد لله. 4 مليون دولار، 4 مليون دولار كل الفلوس دي؟ ايه يا عم الفلوس دي؟ شهر واحد يا عم، شهر واحد، شهر واحد. ألف مبروك خالد مرتجي، وتهنئتي وتحياتي لكل لعيبة الأهلي، شكرا لك. 4 مليون دولار مرة واحدة، هم قالوا هيدفعوا فلوس كهرباء فجمعهم فلوس دي. حاجة جميلة وشيء عظيم وتتويج جميل، وزي ما قلت لحضراتكم أي حد هيفكر ينزل شوارع مصر دلوقتي هيبقى عنده مشكلة، لأنه طبعا هناك انفجار أهلاوي في شوارع مصر.